دكتور. كيف أموركم؟ إن شاء الله تمام. دكتور صباح الخير، صباح الورد، أهلين، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور. هاي المحاضرة رح تنعاد بكرة ولا هاي لكل المجموعات؟ إن شاء الله. اوكي. الصوت واضح والسكرين واضحة؟ واضحين دكتور. طيب، أنا كونه الواحد وين الريكورد؟ يعني اوريدي هذول على الريكورد هي هسه صح؟ شباب، اوكي. طيب، يعطيكم العافية وإن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. احنا هينا رجعنا لكم على مادة الفاينل إن شاء الله، فإن شاء الله يعني تكون مادة لطيفة وخفيفة عليكم. فرح نكمل اليوم إن شاء الله جزء بلشت فيه الدكتورة مريم، تتذكروا قبل 3-4 محاضرات بس بلشت تأخذوا على الكاريوتايبينج. فحكيت لكم إنه الكاريوتايبينج هي عبارة عن يعني تكنيك بيستخدموها من أجل عملية اللي هي المابينج تاعت الكروموسوم. فإذا كان في عندنا mainly إذا كان في عندنا مثلاً loss of one copy of the chromosome or additional copy of the chromosome أو large structural changes، هاي الكاريوتايبينج تكنيك is very simple and يعني straightforward technique that can be used to detect اللي هي الجينيتك abnormality. فبعدين الجزء الثاني أعطتكم كيف الأجزاء أو الـ disorders أو الجينيتك disorders المختلفة في الناتجة عن الكروموسومال abnormalities، سواء عن الترنر الباتول الكلينفلتر، أشياء كثيرة، الترايسومي مثلا إذا بتكون على الكروموسوم رقم 13 رقم 19 وهكذا. هلا اليوم ان شاء الله احنا راح نركز على جزء ثاني اللي هو نفس الشيء، فيه عباره عن كروموسومال نحكي ديس اوردر، بس مينلي وي ويل فوكس ان ذيس ليكتشر اند ذا نيكست ليكتشر بروبلي ان على اللي هو الكروموسوم السكس كروموسوم. اوكي، فراح نلاحظ انه جزء منه بالمحاضره بالبدايه راح ناخذ عن عمليه اللي هي الجوناد ديفلوبمنتس، بعدين راح ناخذ شو هي الفانكشن تاعت الاكس كروموسوم، الاكس والواي طبعا كروموسوم او السكس كروموسوم بالهيومن سيستم، وشو هي بعض الامراض الشائعه اللي بتصيب يعني الهيومن نتيجه الميوتيشن ان اللي هو السكس كروموسوم. اوكي، طبعا ففي البدايه حاكي انا حاط لكم عن عملية اللي هي 6 كروموسوم and their abnormalities. احنا بنعرف انه في بالهيومن في عندنا اللي هو الكروموسوم الجنسي، سواء كانت طبعا اذا كان ميل احنا بنعرف انه في عندنا الاكس واي الجينوتايب له، and if it's female it's XX. طبعا احنا بنعرف انه جزء منه هذا الاكس واي بيحتوي على الجينز that is responsible for اللي هي الجوناد اند اللي هي الجنتال ديفلوبمنت. فبنلاحظ انه جزء منه اكيد اللي هي الهيومن اذا كان يحتوي الميل اذا كان يحتوي على الاكس واي كوبي اوف ذا كروموسوم، فهاي الواي كوبي او الجينز اللي موجوده على الواي كروموسوم از ريسبونسبل فور ديفلوبمنت اوف اللي هي الجوناد اللي هي التستس بالهيومن، وبالتالي كمان هاي التستس اند ذا هرمون برودوسد اند ذا جين از ريسبونسبل فور يعني production of the phenotype 6 اللي هو للميل، بينما التو كوبيز او الاكس يعني كوبي بالفيميل كمان بتحتوي على الـ يعني نحكي على الجينز that is responsible to produce اللي هي phenotype 6 او الفيميل phenotype اللي هي 6. هلا بالعاده طبعا احنا في عندنا الواي كروموسوم، هلا الواي كروموسوم هو بيحتوي على جينات،
بس هاي الجينات عددها قليل جدا مقارنة باللي هو الإكس كروموسوم أو with even اللي هي الأذر أوتوسومال كروموسوم. في عنا تقريبا أراوند اللي هي الـ 100 جين أغلبيتها مسؤول عن إنتاج اللي هي الـ نحكي الفينوتايبك 6 كاركترستيكس فور اللي هو الميل. عشان هيك إذا كانت فيها ميوتيشن بهذول الجينات الموجودة على الواي كروموسوم ممكن تأثر على نحكي الميل فينوتايبك 6 أو على حتى الفيرتاليتي أند الميل اللي هي الديفلوبمنت. أوكي هلا احنا بشكل عام اذا بدنا نحكي بالناحيه اللي هي الديفلوبمنت نحكي للسيكشوال اورجان سواء كانت بالميل اند الفيميل بنلاحظ احنا في بدايه اللي هي الديفلوبمنت بروسيس الهيومن بكون يحتوي على اللي هي structural almost اللي هي similar structure in both male and female. فمنلاحظ ان الديفلوبمنت اورجان هو بتكون من اللي هي الجونادز بتكون من المولرين داكس اند الولفين داك. هلا هون بالحاله هاي في خلال المرحله الاولى من الديفلوبمنت اللي هي بين الاسبوع السابع والاسبوع الثامن بصير في عنا اللي هي الجينات اللي بتكون موجودة على الواي كروموسوم play a role in اللي هي in a future يعني generation of specialized نحكي gonads. فمنلاحظ انه هنا اذا كان موجود عندنا الواي كروموسوم وبالتالي هون بصير في عنا favor للديفلوبمنت اللي هو الميل sexual organs سواء كانت البروستيت او اللي هو البينس او اذا كان اللي هي absence of اللي هي الواي كروموسوم وبالتالي بكون في عنا absent اللي هي الواي نحكي genes وبالتالي بصير في عنا عملية اللي development of the fallopian tubes and اللي هي الفاجينه and اللي هي اليوترس. فبنلاحظ اذا الستركتشر من ناحيه الاناتومي في بدايه الديفلوبمنت بكون ذا سيم بعدين بصير في عندنا عمليه اللي هي اورينتيشن او سبيشلايزد جونات بيست اون ذا بريزنت اوف اللي هو الاكس عفوا بريزنس اوف واي اور ذا ابسنس اوف اللي هو واي كروموسوم. هلا بشكل عام احنا بنعرف انه جزء منه في عنا حكيناها هاي المعلومة قبل هيك إنه في عنا equal genetic information أو almost equal genetic information between male and female regardless اللي هي the presence of two X نحكي chromosome أو two copies of the X chromosome in female. فحكينا السبب انه في عنا عمليه بنسميها اللي هي الاكس ان اكتيفيشن. هاي الاكس ان اكتيفيشن بتكون موجوده في الفيميل وبما معناه انه في عنا 1 كوبي من نحكي الاكس كروموسوم بالفيميل بتكون هاي الكوبي نون فانكشنال بتكون عباره عن يعني هايلي كوندنسد و not easy to be transcribed and translated to protein. فهي بتكون موجودة فعلياً بس بتكون هي غير يعني مش active مش fully active. عشان هيك بنضمن إنه بكون في عنا equal genetic information between male and the female. فهاي الرسمة هون الكاريوتايبينج مثلاً بالميل هو normal كاريوتايب بكون عبارة عن XY okay. فمنلاحظ اللي هي number of اللي هي X active copies بالnormal male هو عبارة عن 1 بينما في عنده 1 عفوا بينما ال inactive X copies بتكون بالnormal male بتكون عبارة عن 0. فهنا بنضمن انه في عنا equal genetic information بالميل والفيميل. في عنا بعض الحالات اذا كان في عنا 47 كروموسوم الجينوتايب بتاعها XYY number of active copies 1 والinactive copies 0. هلا اذا كان في عندنا حالات اللي هي 47 او 48 كروموسوم ممكن اذا كان عندنا 2x and y بكون في عندنا 1 of these x is active and 1 is inactive بنلاحظ 1 active and 1 inactive. اذا كان في عندنا مثلا الجينوتايب 48 xx yy بنلاحظ انه في عندنا 1 active and one inactive لأنه إحنا حكينا ال y does not contain much information. وهكذا إذا كان في عنا مثلا 49 بنلاحظ إنه 1 2 3 4 x and 1 y ثلاث من هذول الأربعة بيكونوا inactive and one active. عشان هيك 3 inactive and 1 active. هلا هاي بحالة الميل. إذا عنا female بنلاحظ إنه إذا كان في عنا الترنر
already في عنده one copy اللي هي X0, one copy is active and we don't have any inactive copies لأنه في عنا missing the whole X chromosome in the Turner نحكي individual. إذا كان في عنا 46 كروموسوم اللي هم normal نحكي female. زي ما حكينا في عنا one copy is active and one copy is inactive. إذا كان عنا 47 في عنا 2 copies inactive, 1 active, 48, 3 copies inactive and 1 active. وإذا كان عنا 49 في عنا بكون 4 copies من X chromosome inactive and 1 copy only active. فهي فإذا الـ X chromosome inactivation هي عبارة عن زي ما حكينا هي عبارة عن يعني عبارة عن regulatory machinery بتكون موجودة بالهيومن. الهدف منها اللي هي عملية اللي هي equal expression of the X نحكي genes in two sexes between اللي هو male and female. هاي الرسمة طبعا هي بتحكي لنا انه في هون يعني نحكي fluorescent tag أو fluorescent probe that link to the X chromosome أو الactive X chromosome. فمنلاحظ هنا الفيميل اللي هي الإكس X في عندها one only one dot أو one fluorescent probe is نحكي highlighted بينما 47 في عندنا two copies, 48 في عندنا three copies, 49 في عندنا four copies. فهي إذا الفلوريسنت بروب أو العملية اللي هي فيها fluorescent هي اللي بتعمل عملية اللي هي detection of نحكي ال detection of ال active أو inactive of four copies of اللي هو X chromosome. هلا الشغله الثانيه اللي نحكي عنها طبعا الاكس كروموسوم او الانكتيف اكس كروموسوم هو تم اكتشافه في سنه 1949 عن طريق العالم اللي اسمه ماري لايون. عشان هيك جزء منه الهايبوثيسيس هاي الاكس انكتيفيشن بنسميها بعض الحالات اللي هي لايونايزيشن ريفيرنج تو ذا انجلش اللي هي جينيتك نحكي ريسيرشر هو ديسكفرد انه في عندنا واحد يعني اونلي وان فانكشنال كوبي اند ذا اذر كوبي اوف ذا اكس كروموسوم ان فيميل مثلا او النورمال فيميل از هايلي كوندنسد اند it's transcriptionally inactive. احنا بنتذكر اخذنا الهايلي كوندنسيشن بنسميها بالاكس بالكروموسوم اللي هي الهيتيروكروماتين فبصير في عندنا اكسترا كوندنسيشن او اكسترا زيبنج للكروموسوم بالتالي الكروموسوم بس يكون اكسترا يعني كوندنسد بكون هيتيروكروماتين او بكون فانكشنلي ان اللي هي inactive. اوكي هلا طبعا احنا بنعرف انه جزء منه هاي الانكتيفيشن بروسيس بالعاده بتظهر at early stages of development بالعاده بتظهر على اللي هو اليوم الثالث من عمليه اللي هي الامبريوجينيسيس. في سؤال كثير يعني بتراوح لاذهانكم ممكن دكتور احنا بنعرف انه في عندنا two copies من الاكس كروموسوم which نحكي which copy of the X chromosome will be inactive. هلا الجواب هو عبارة عن random. هاي العملية بتكون random. ممكن إنه one copy من الكروموسوم أني يعني either copy of the X chromosome in female can be randomly يعني inactivated. Okay. حكينا الـ inactivation process أو الـ X chromosome inactivation بتظهر في الـ المراحل الأولى اللي هي في اليوم الثالث من اللي هي embryogenesis أو تطور اللي هو الإمبريو. هلا الهدف منها حكينا اللي هي dosage compensation. شو يعني dosage compensation؟ ها شباب؟ سامعيني شباب؟ وصبايا؟ ها دكتور سامعينا. الدوزج كومبنسيشن اللي هي عبارة عن شو يعني دوزج؟ الدوز يعني الكمية المعلومات الوراثية لازم الكومبنسيشن اللي هي تعويض. هلا تعويض المعلومات أو المعلومات الوراثية هاي إذا كان في عنا زي ما حكينا بالميل one copy من الإكس كروموسوم بالفيميل في عنا two copies فالفيميل هنا في عندها extra genetic information بس فعليا إحنا بصير في عنا inactivation اوكي لهاي الاكس كوبي اللي هي الكروموسوم الثاني بالفيميل عشان يصير في عنا دوزج كومبنسيشن صار في عنا يعني ايكوال جينيتك انفورميشن بتوين ميل اند اللي هو فيميل. اوكي طبعا
جزء منه هلا حكينا، هلا رح نشوف شو هو المسؤول عن عمليه الان اكتيفيشن للاكس كروموسوم، اللي هي ما اللي في عندنا اللي هو سيكونس معينه او فراجمنت او جين معين بنسميه اكس اي اس تي. هذا كثير اننا مهم اننا نتذكره، اكس ان اكتيفيشن نحكي سيجمنتس، هاي بتكون موجوده على الاكس كروموسوم مينلي على الكيو ارم على البوزيشن رقم اللي هو 13. هلا رح نشوفها بالضبط. اوكي اللي هي هون اكس اي تي اللي هي مسؤوله عن عمليه اللي هي اكس ان اكتيفيشن، فهاي بتكون هاي الفراجمنت بتكون ممكن تصير في عندنا عمليه اللي هي ايبيجينيتك سايلنسنج للموست جينز اللي بتكون موجوده على الاكس اي سي، وبالتالي بصير في عندنا هاي كوندنسيشن اند بريزنس اوف اللي هي البار باديز، وبصير في عندنا عمليه اللي هي اللي نحكي الـ X in activation. هلا هون في عندنا الرسم الثاني اللي هي البي، اذا كان في عندنا abnormal X او absence of XIS اوكي كما هو الحال في اللي هو الميل، فبنلاحظ انه راح يصير في عندنا عمليه اللي هي نو اكس ان اكتيفيشن، وبالتالي بكون هذا دائما اللي هو نحكي فانكشنال. فهاي الفراجمنت او هاي الجين او هذا السنتر في الاكس كروموسوم is very important and responsible for اللي هي الاكس ان اكتيفيشن process for اللي هي الدوزج كومبنسيشن. اوكي هلا طيب من ناحيه الدوزج كومبنسيشن او to get نحكي equal genetic information between اللي هو both نحكي عفوا both genders، هلا بنلاحظ انه في عندنا هاي الاكس ان اكتيفيشن process يعني could happen مش فقط بالهيومن اوكي، ممكن تحدث في نحكي في يعني different organisms included طبعا اللي هي السي اليجنس اللي هي نوع من انواع نحكي الافاعي البحريه، الماس ماسكولرز جزء منه اللي هي بالماوس ممكن تحدث، جزء منه حتى بالدروسوفيلا ميلانوجاستر اللي هون اللي هي عباره عن ذبابه الفاكهه، وكمان بتحدث زي ما حكينا بالهيومن بين الميل والفيميل. هلا هاي العمليات اللي هي الدوزج كومبنسيشن عفوا الدوزج كومبنسيشن بالديفرنت اورجانيزم ذي مي بي ات مايت بي ديفرنت، فبنلاحظ مثلا اللي هي بالدروسوفيلا ميلانوجاستر اللي هي بذبابه الفاكهه عشان نضمن انه في عندنا عمليا يعني equal genetic information between male and female، بنلاحظ انه هون بصير في عندنا عمليه اللي هي الـ نحكي الـ increase in the expression level of اللي هو الجينز اللي بتكون موجوده على اللي هو الميلز، وبالتالي بنلاحظ انه هون مثلا في عندنا اللي هو 1x موجوده بالفيميل and 2 copies، بينما بالميل عندنا 1 copy بس بصير في عندنا 2x expression، وبالتالي هون بصير في عندنا dosage compensation between male and اللي هي female. فبنلاحظ هون بصير في عندنا الميل 6 determination and dosage compensation، بصير في عندنا 2 fold او هايبر اكتيف اللي هي الكروماتين بالميل، وبالتالي بنضمن انه يصير في عندنا عمليه اللي هي الدوزج كومبنسيشن. هلا في الاليه الثانيه اللي بتكون موجوده في السي اليجنس اللي هي بصير في عندنا ديكريز اوكي نحكي بالاكتيفيتي للجينز اللي بتكون موجوده بالفيميلز، فبنلاحظ هون بصير في عندنا عمليه اللي هي تو فولد هايبو اكتيف اللي هي كروماتين بالفيميل، وبالتالي بنضمن انه يصير في عندنا بس يصير في عندنا هايبو اكتيف كروماتين او ديكريز بالاكسبريشن بالفيميل جينز از ا توتال اللي هي تو كوبيز ويل جيف يو ايكوال نحكي جينيتك انفورميشن او ايكوال اكسبريشن كومبيرد تو اللي هو الميل. هلا في المس ماسكولرز بنلاحظ انه جزء منها بصير في عندنا stability in activation of one X chromosome أو stably in activation of one X chromosome اللي هي mainly بصير في عنا عملية اللي هي يعني هي heterochromatin in one يعني designated copy of اللي هي X chromosome and it will be يعني completely deactivated. هلا بالhuman similar process للماس ماسكولر
بس في عندنا هون بال يعني بال 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 بالهيومن ميل اللي بتكون عمليه الانكتيفيشن يعني راندوم اللي هي بروسيس. فاذا هاي كليات العمليات بنسميها يعني جينيتك موديفيكيشن تو انشور انه في عندنا عمليه اللي هي دوزج كومبنسيشن اللي هي بين قوسين ايكوال نحكي جينيتك انفورميشن او ايكوال جينيتك جين اكسبريشن ان بوث فيميل اند ميل ريجاردليس اوف اللي هي الاكسترا كوبي اوف نحكي اكس كروموسوم ان فيميل. اوكي هلا شباب واضحه الامور اللي حكيناها؟ هلا مين موجود معي مع شباب؟ مين جنى؟ هلا فهمنا الموضوع اللي حكيته؟ تمام مفهوم دكتور. هلا الفكره بالموضوع احنا ليش بلشنا بهاي الشغله؟ بلشنا انه في عندنا اكسترا كوبي من الاكس كروموسوم بالفيميل، فمنطقيا الواحد ممكن يتساءل دكتور ما دام في اكسترا كوبي من الاكس كروموسوم بالفيميل ليش بيصير في عندنا، هل انه يعني الفيميل في عندها يعني مور جين اكسبريشن او مور يعني بروتين برودكت لانها عندها تو كوبيز من كل الجينات تاعتنا؟ هلا بكون الجواب لا، في عندنا بالميل والفيميل ايكوال جين اكسبريشن. هلا اذا واحد سالك كيف بكون في عندنا ايكوال جين اكسبريشن، بتحكي له انه في عندنا بالفيميل في عندنا عمليه اسمها عمليه الاكس ان اكتيفيشن. شو يعني اكس ان اكتيفيشن؟ يعني بصير في عندنا عمليه الاي ايبيجينيتك فاكتور، بترتبط هاي الايبيجينيتك فاكتور بلوكس معين موقع معين على الاكس كروموسوم اكس اسمه اكس اي اس تي. هذا الاكس اي اس تي بس ترتبط فيه الايبيجينيتك فاكتور بصير في عندنا ان اكتيفيشن او عمليه اللي هايبر كوندنسيشن او هيتيروكروماتين فورميشن، بصير في عندنا هذا الجين ان اكت الكروموسوم عفوا ان اكتف. هلا بس صار عندنا الكروموسوم هذا ان اكتف معناته صار في عندنا بالفيميل تو اكس كروموسوم بس واحد منهم ان اكتف والثاني اكتف. بالميل في عندنا 1 كوبي من الاكس كروموسوم و1 كوبي من الواي كروموسوم، فصار في عندنا ايكوال نمبر اوف جينيتك انفورميشن. اوكي هلا اذا السؤال منا نعمل له اكستنشن. اوكي هلا شلون اكستنشن؟ انه هل هاي العمليه بتحدث في اورجانيزمز ثانيه كونه كمان الاورجانيزمز الثانيه في عندنا ميل وفيميل؟ اوكي هل في عندهم اكسبريشن بالفيميل اكثر من الميل كونهم في عندهم تو كوبيز من الاكس كروموسوم في بعض المايكرو اورجانيزم مثال عليها ذبابه الفاكهه او السي اليجنس او الماس ماسكولرز؟ بتحكي له نعم، وبس في عندنا الاكس ان اكتيفيشن بروسيس او الدوزج كومبنسيشن بروسيس بتختلف شوي عن الهيومن. كيف تختلف؟ بتحكي له حسب مثلا في الدروسوفيلا ميلانوغاستر احنا بنحكي قاعدين انه بصير في عندنا انكريز الاكسبريشن للجينز الموجوده على الاكس كروموسوم الموجود في الميل تو كوبيز، وبالتالي بصير في عندنا مثلا الميل بدل ما يعمل اكسبريشن مثلا لهذا الجين مثلا نحكي مره خلال مثلا دقيقه بصير يعمل اكسبريشن مرتين خلال الدقيقه، وبالتالي بصير في عندنا البرودكت هون زي ما نحكي يعني تو مولكيولز من هذا البروتين، بينما بالمقابل اللي هو الاكس كروموسوم او تو اكس كروموسوم من البروتين بيعمل اكسبريشن نورمالي، كل كوبي بتعمل اكسبريشن لوان مولكيول من البروتين، فبصير في عندنا هون تو كوبيز، وهون لانه صار في عندنا بالميل اكس انكريز للاكسبريشن لهذول الجينز بكون في عندنا تو كوبيز من هذا البروتين، فبصير في عندنا ايكوال. هلا بالحاله الثانيه بالسي اليجنس بصير في عندنا ديكريز بالفيميل اكسبريشن نحكي جينز، وبالتالي للنص، وبالتالي بصير في عندنا عمليه اللي هي ايكوال، او بالمس ماسكولر بصير في عندنا اللي هي الراندوم او ستيبلي ان اكتيفيشن اوف ون اكس كروموسوم. طيب هلا الشيء الثاني هون حكينا عنه كيف بصير في عندنا الان اكتيفيشن، هاي حكينا عنه الاكس اي اس اللي هو الاكس ان اكتيفيشن سنتر او الجين او السيجمنتس اللي مسؤوله عن عمليه الان اكتيفيشن اوف ذا اكس كروموسوم. هون بصير في عندنا بس يصير في عندنا اكس ان اكتيفيشن اكيد فور ون اوف ذا الكروموسومز او ذا جين، راح يصير في عندنا شيء اسمه المونو اليليك جين اكسبريشن لانه هذا بكون الاكس اي ان اكتيف. هون الثاني اذا كان في عندنا نوع اكس ان اكتيفيشن سنتر بنلاحظ انه راح يصير في عندنا اكسبريشن للبوث كوبيز الاكس والواي كوبيز، وبالتالي يصير في عندنا اللي هو الباي اليليك جين اكسبريشن، هاي اخذناها المونو اليليك والباي اليليك. هلا هاي الرسمه هون كثير مهمه راح نركز عليها هلا، اللي هي في عندنا
بعض الحالات، اوكي، كون حكينا احنا عن الاكس او الابنورماليتيز او الجينيتك ابنورماليتيز اللي بتحدث بالاكس والواي كروموسوم. هلا في عندنا بعض الحالات اللي هي بصير في عندنا مايكرو ديليشن. هاي المايكرو ديليشن بتكون بال نحكي بالكروموسوم او بالفراجمنتس بتكون موجوده على الواي كروموسوم. هاي المايكرو ديليشن لهذول الجينز كان ريزلت ان اللي هي برودكشن اوف اللي هي الازوسبيرميا او اوليغوسبيرميا. هلا الازوسبيرميا هي عباره عن تيرم، هذا التيرم يطلق على عملية اللي هي mainly no sperm detection in semen، فبكون في عندنا السائل المنوي، بس بكون هذا السائل المنوي لا يحتوي على يعني على الاكتيف نحكي sperms، فهي بنسميها azoospermia. فهذا الشخص أكيد بكون عنده مشاكل بالفيرتيليتي وبكون عبارة عن sterile individual أو عقيم. النوع الثاني اللي هي ممكن في بعض الحالات يكون في عندهم اللي هو oligospermia، اللي هي بكون في عندهم حيوانات منوية بالسائل المنوي، بس بكون هاي عدد الحيوانات المنوية بكون قليل، تقريبا أقل من 5 مليون نحكي sperm per mil. هلأ بالوضع الطبيعي بالميل بكون في عنده تقريبا من 20 إلى 40 اللي هي مليون حيوان منوي نحكي بالمل بالسيمن. فهاي هي اللي بيكون في عندك مثلا بحكي لك انه عندهم نقص في الحيوانات المنوية او ضعف في الحيوانات المنوية، بنحكي عنها اوليغوسبيرميا. ازوسبيرميا اللي هي انه هاي التستستاتو او الخصية لا تنتج اي يعني عدد من الحيوانات المنوية بنسويها نحكي عنها اللي هي الازوسبيرميا. هلا من ناحية الجينيتكس في عندنا بعض الحالات اللي هي او الحالات اللي بتم فيها عدم إنتاج الحيوانات المنوية نتيجة اللي هي الطفرة الوراثية أو المايكرو ديليشن على these regions. هاي الريجنز اللي هي AZF region اللي هي الأزوسبيرميا نحكي فاكتور ريجنز، فبكون في عنا ديليشن يا إما بالAZF يعني region. ها في عنا 3 genes أو 3 regions بنسميها AZFA AZFB AZFB، كلاتهم هذول مرتبطين على اللي هو الواي نحكي كوبي او الواي كروموسوم. فاذا كان في عندنا ديليشن لاي من هذول الريجنز هذا الشخص راح يصير في عنده ازوسبيرميا او عقيم، لانه ما راح يصير عنده انتاج للحيوانات المنويه. فبنلاحظ هنا ممكن الأشخاص اللي عندهم أزوسبيرميا نعملهم عملية اللي هي كاريوتايبينج أو نعملهم سيكوانسينج للواي نحكي كروموسوم. إذا لقينا أنه في عنده الـ AZF region هاي deleted أو فيها mutation، نقدر نكتب تقرير أو نحكي أنه هذا الشخص عنده genetic cause of fertility. وبالتالي هلأ إذا راح مثلا على الـ IVF center الـ in vitro fertilization صار مثلا يخلف وحكوله أنه ممكن تخلف وناخذ منك حيوانات منوية، وهي كلها هاي المعلومات بتكون misleading وبتكون خاطئة، لأنه أصلا هو عنده يعني genetic cause for اللي هي infertility اللي هي أنه في عنده mutation أو الجين المسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية غير موجود اصلا على اللي هو الكروموسوم الواي تاعه. فحتى لو عمل اي عمليه اطفال انابيب او الشغلات الثانيه ما راح يصير في عندنا انتاج ل يعني يعني بريجننسي او انت يعني انتاج للسبيرمز او الاكتيف سبيرمز. هلا الاشخاص اللي عندهم الاوليغوسبيرميا يعني ممكن انه يصير في عندهم انت يعني انه يصير يخلفوا، لانه هم فعليا عندهم نقص في الحيوانات المنوية، ما عندهم عمليا deletion بالريجن that responsible for the production of the sperms. فبنلاحظ هنا هاي الجينيتكس كثير حلو انه نعمل عملية اللي هي sequencing او نعمل عملية اللي هي نحكي karyotyping ونشوف انه في عندنا missing region بالواي كروموسوم او missing AZF region، لانه اذا كان في عندنا missing AZF region نقدر نعمل يعني recommendation انه هذا الشخص عنده نحكي fertility infertility due to the deletion of azoospermia اللي هي genes. هلا نيجي نحكي مدام هون على الرسم بعدنا بنلاحظ انه هسه في عندنا شباب
الواي كروموسوم طبعا هذا بيحتوي على الكيو والكيو ار، هذا السنترومير، هاي نحكي بلو اللي هو السنترومير، بنلاحظ انه في عندنا الازوسبيرميا نحكي فاكتور او الازوسبيرميا جينز، في عندنا هون اللي هو عندنا الدي اي زد جينز، هاي الهيتير كروماتين ريجن. هلا من فوق في عندنا اللي هو على البي ار، في عندنا الاس ار واي، هلا راح نحكي عنها كمان، كثير مهم ان نفهم الاس ار واي ريجن اللي هي عباره عن ريجن مسؤوله عن انتاج اللي هي التستس بالميل، ومسؤوله عن انتاج الميل سيكشوال نحكي فينوتايبس. فاذا كان في عندنا ميوتيشن في هاي الريجن ممكن يصير في عندنا عمليه اللي هي نحكي يعني abnormality in development of sexual organs بالميل. هلا في عندنا على التوب من اللي هي ال Y chromosome and the edge of the Y chromosome، كثير مهم كمان نعرف هاي الريجن، بنسميها زيدو اتسومال ريجن. هلا شو يعني زيدو اتسومال ريجن شباب؟ ها؟ جنى؟ دكتور شو يعني زيدو اتسومال ريجن؟ هلا سودو يعني فولس، اوتوسوم يعني فولس اوتوسومال ريجن، يعني not totally autosomal. Not ايش؟ Not totally autosomal. ايوه ليش not totally؟ Doesn't have the full genes responsible for showing the autosomal characteristics. واحدة، الثانية هي محمولة وين هاي؟ هلا على الواي كروموسوم. أيوة، فهي فعليا إذا محمولة على الواي كروموسوم بس هي عبارة عن responsible أي شيء ثاني. أيوة اوتوسومال ريجن، هاي الشغله الثانيه اللي نحكيها انه جزء منه هاي الزيدو اوتوسومال ريجن. هلا في عندنا سمول فراجمنت من الواي كروموسوم، بصير في عندنا عمليه كروسنج اوفر فيها. اوكي هلا يعني مينلي هلا اذا كان في عندنا الواي كروموسوم والاكس كروموسوم ما بصير في عندنا عمليه كروسنج اوفر، بس في عندنا هاي الريجن اللي هي الزيدو اوتوسومال ريجن تحتوي على زي ما حكى جنى على مينلي سم اوتوسومال نحكي جينز، بات اتس بريزنت ان اللي هو الواي كروموسوم. هاي أول نقطة. النقطة الثانية إنها بصير في عنا عملية اللي هي الكروسينج أوفر. هلأ هون الأس أر واي اللي تحتيها هي عبارة عن ريجن قلنا بتكون موجودة على الواي كروموسوم، مسؤولة عن عملية اللي هي الجونات ديفلوبمنتس أو التستس ديفلوبمنت. هلأ رح نلاحظ بعدين ممكن المحاضرة الجاية إنه كيف عنا في بعض الحالات نتيجة الأوفر كروسينج أوفر اوفر حلوه لاي اوفر كروسنج اوفر او الان ايكوال نحكي كروسنج اوفر. هلا الكروسنج اوفر بالشكل الطبيعي بيكون بتزيد اوتوسومال ريجن، بس في بعضنا بعض الحالات ممكن انه بين الاكس والواي انا بحكي انه يصير في عندنا عمليه اللي هي كارينج للزيدو اوتوسومال ريجن والنيبرينج ريجن اللي هي الاس ار واي ريجن. فالاس ار واي ريجن مع الزيدو اوتوسومال ريجن ممكن تنتقل عن طريق الكروسنج اوفر بشكل طبعا غير طبيعي للواي كروموسوم للاكس كروموسوم، وتصير في عندنا اكس يعني تو كوبيز من الاكس كروموسوم اللي هي فيميل، بتصير فيميل بتكون تحتوي على الاس ار واي ريجن، فبصير في عندنا عمليا ديفلوبمنت ل هي فيميل يعني رح ناخذها هي فيميل بس في عندها يعني ميل سيكشوال اورجانز. اوكي في عندها ممكن يكون ديفلوبمنت اوف ميني يعني بينس او الشغلات الثانيه اللي بتميز اللي هي الرجل نتيجه اللي هو انتقال جزء من هذا الجين اللي هو الاس ار واي ريجن عن طريق عمليه اللي هو الكروسنج اوفر. فبصير في عندنا الجينوتايب بتاع هذا الانديفيدجوال هو اكس اكس، بس اكس اكس بيحتوي على الاس ار واي ريجن، فبصير في عندنا ديفلوبمنت للميل سيكشوال اورجن راح نحكيها بالتفصيل، وهو اللي بنطلق عليه اسم اللي هو الدي اس دي اللي هو ديس اوردر اوف سكس ديفلوبمنتس. اوكي فراح ناخذ هاي بالتفصيل. فسونا من السلايد هذا بدي تفهموا لي شو شكل الواي كروموسوم، شو هم الجينات اللي بتكون موجوده على الواي كروموسوم اللي هم الاي زي اف جينز اللي مسؤولين عن انتاج السبيرمز، اذا كان في عندهم ديليشن راح يصير في عندنا عمليا ازوسبيرميا نو برودكشن او انفيرتيليتي. في عندنا ريجن اللي اسمها الاس ار واي ريجن، هلا راح ناخذها مسؤوله عن ديفلوبمنت اوف ميل سيكشوال نحكي اورجنز، وفي عندنا كمان اللي هي زيدو اوتوسومال ريجن اللي هي عباره عن
fragment بتكون على top of the chromosome responsible يعني carry autosomal genes and also يعني بصير في عنا عملية when it's crossing over because it's similar region جنا والحكي للجميع طبعا similar region between اللي هي the autosomal region is similar between اللي هي Y and X وبالتالي بصير في عنا chromosome يعني crossing over رح يصير في عنا crossing over between X and Y بس بزيد autosomal region. هلا باقي regions اللي هم الاي زي اف ريجن وهاي الهيتروكروماتين ريجن بالاكس مختلفه عن الواي فما راح يصير في عندنا كروسنج اوفر بس راح يصير في عندنا كروسنج اوفر بالتوب اند ذا اند اوف ذا كروموسوم اللي زد اوتسوم ريجن. اوكي طيب هلا اخر شيء راح نحكيه انه جزء منه قبل ما ناخذ هاي راح نكملها بكره بس جزء منه هاي الرسم كثير يعني طلاب ممكن يعني بحكوا لنا دكتور حفظ خاف منها وهي الشغلات. هلا جزء منها هاي very simple figure. هلا هذا هو عبارة عن ال Y كروموسوم. اوكي هلا في عنا بال Y كروموسوم في عنا different region فمنلاحظ هاي region اللي هي اسمها SRY مسؤولة عن شو الفينوتايب هون. هنا حاكي لنا الكروموسوم كيف بدنا نقرأ هاي الرسمة او نحكي الفيجر. في عندنا هنا هذا هو الكروموسوم الواي في عنده هاي الجينات اللي حكينا عنها تقريبا جينات معدوده تقريبا بحدود ال100 جين. ففي عندنا هنا اللون الازرق زي ما قلنا هي عباره عن زيدو اوتسومال ريجن وهون زيدو اوتسومال ريجن نير ذا تيلومير. بعدين في عندنا اللي هي الاس ار واي اللي هي النيبرد ريجن للزيدو اوتسومال ريجن اللي هي مسؤوله عن انتاج السكس ديتيرمينيشن. بعدين في عندنا جينات مختلفه. اوكي من ضمن هذه الجينات مثلا هنا عندنا الاي زي اف اي عندنا الأزف B الأزف C فكلات هاي عبارة عن regions مسؤولة عن إنتاج اللي هو السبيرم. هلأ هون بحكي لنا location للأزوسبيرميا نحكي formation gene. إذا كان في عندنا مثلا الأزف A بكون في عندنا الجينات اللي بتكون موجودة على بالأزف A اللي هي DBY والUSP 9Y هاي بتكون طبعا مسؤولة عن عملية اللي هي spermatogenesis أو إنتاج اللي هو السبيرمز. فمنلاحظ هون الفانكشن لهاي two regions that play an important role in spermatogenesis turnover in spermatogenesis. فبنلاحظ إذا كان في عندنا أكيد طفرة بالAZF-A راح يصير في عندنا مشكلة في إنتاج اللي هو السبيرمز. الAZF مثلا B مسؤولة عن عملية كمان spermatogenesis. وآخر إشي بنلاحظ انه الاي زي اف اس هي مسؤوله عن ريجوليت ترانسليشن او كود جيرم سيل اوف ار ان اي بايندينج بروتين اند كنترول مايوسيس تو لبرودوس اللي هو جيرم سيل لاين. هلا بشكل عام مش كثير مهم ان يعني نفهم الديتيلز بس بدنا نعرف انه هذول الريجنز دي ار ريسبونسبل فور برودكشن اوف السبيرمات teeds and if we have a deletion or a mutation in what of these يعني locus or genes it will produce اللي هي نحكي infertility and improper development of اللي هي sperms. طيب هلا هون اللي حكينا عنه طبعا احنا حكينا ال developments في عنا ال testes اللي هي الام الامبيوبوتنت اللي هي gonads. ففي عندنا بالواي كروموسوم في its presence في عندنا الاس ار واي ريجن اللي قلنا عنها. هلا اذا كما كان عندنا واي كروموسوم اللي هي الفيميل ما بكونش في عندنا الاس ار واي ريجن فبصير في عندنا ديفلوبمنت للاوفري وبالتالي بصير الاوفري اكيد تحت تنتج اللي هي الهرمونات المسؤوله عن ظهور عفوا اللي هي الانترنال او الاكسترنال جنتيلز بالفيميلز سواء اللي هي زي ما حكينا اكيد كلنا بنعرف شو هي الفيزيكال كاركترستكس للادلت نحكي فيميلز من ناحيه الانترنال اند اكسترنال اللي هي جنتل اورجنز. هلا بالواي كروموسوم اذا كان هذا الامبيو بوتنس اللي هي اندفرنشيتد نحكي 6 اورجنز اللي حكينا عنها بالديورنج اللي هي ديفلوبمنت ات 6 تو 8 ويكس. اذا كان في عندنا واي كروموسوم في عندنا على الواي كروموسوم 2 جينز او 2 دي ان اي فراجمنت اللي هم الاس ار واي اللي واللي هي بنسميها تستس ديترمينيشن جين. وفي عندنا تي دي اف اللي هي تستس ديترمينيشن فاكتور هي عباره عن 2 جينز. هذول الجينز لازم نحفظهم. هذول بصير في عندنا عمليه اللي هي
يعني development of testis and اللي هي مسؤولة بتصير الAZF كمان مسؤولة عن عملية اللي هو spermatogenesis، فبصير في عنا اللي هي androgens and the production of اللي هي sex أو male sex hormones، وبصير في عنا development of internal and external اللي هي نحكي genitals. هلا في عنا بعض الconditions راح أوقف هون، في عنا بعض الكونديشنز اللي هي ممكن يكون في عنا ميوتيشن بهذول الجينز اللي هم الاس ار واي جين او الدي اكس 1 جين او السي سوكس 9 جين، بصير في عنا عمليه زي ما قلنا اللي هي ازوسبيرميا او اليوغوسبيرمياز اذا كان في عنا ديليشن بالاي زي اف او الدي اس اف جينز، فبصير في عنا كمان في بعض الحالات اللي هي incomplete masculization، وبالتالي ممكن يصير في عنا عملية اللي هي تأثير على الاكسترنال أو الانترنال ميل جنتيلز. هلا في عنا بعض الحالات كمان بالفيميل ممكن يصير في عنا اللي هي disorder of sex developments بالأوفري نتيجة اللي هي عمليا اللي هي mutations بهذا الجينز، راح نحكي عن الدي اس دي بالتفصيل إن شاء الله بالمحاضرة الجاية. فمنلاحظ هنا بصير في عنا ام بيجاس جنتيلز اللي هي بتكون ميكست او نوت كلير، يعني جنتل اورجنز سواء بالميل او بالفيميلز. اوكي، فهاي المحاضره يعني انتهينا هنا. المحاضره الجايه راح نكمل ونشوف كيف السكس ريفرسال اللي هي بعض الحالات اللي ممكن يكون في عنا يعني عمليه اللي هي يعني برودكشن اوف، بعض الحالات ممكن يكون في عنا ميكس مثلا جينتال اورجنز بوث، مثلا يكون عنا مثلا بينس اند اللي هي اليوترس نتيجه اللي هي الميوتيشنز هذولا. راح ناخذ عن شيء ثاني اللي هو الاندروجين انسنسيتيف سيندروم، وراح ناخذ في عنا تو تايبس اوف ويل نون نحكي يعني جينيتك ميوتيشن اللي هم نسميهم السكس ريفرسال 1 اند سكس ريفرسال 2، فراح ناخذ بالتفصيل شلون بكون يعني genetic causes of these نحكي two things. الإشي الثاني اللي رح نأخذه بكرة كمان اللي كثير interesting topic رح تكون إنه في عنا بعض الحالات ممكن يكون في عنا بالكاريوتايبينج هي عبارة عن XX وبالتالي هي female بس فعلياً بتحتوي على اللي هو الميل characteristics اللي هي طبعاً إحنا الجزء منه هلا بتعرفوا إنه هي شو بيسموه باللغة العامية اللي هو أنت بتحتوي على XX هي female بس عندها male characteristics، أو في عنا بعض الحالات بتكون X نحكي Y بس بتحتوي على female characteristics. فرح نشوف هاي sex reversal وكيف ممكن يعني كيف ممكن تظهر وكيف حتى the way of treatments، ونحكي عنها إن شاء الله بالتفصيل المحاضرة الجاية. في حد عنده أي سؤال؟ شباب رايا في عندك سؤال؟ زيد المومني عمر عمر كساسبة جنى عندك سؤال مرة جاي بتحضري، مش انه لاني سألتك سؤال انت بطي تحضري. لا دكتور تمام انا معك من اول الفصل عادي. طيب الله يعطيك العافية. هلأ هون الفكرة، هلأ الفكرة أنتو ممكن بس قبل ما أنهي، هلأ ممكن واحد دكتور مش عارف أنا هلأ أول مشكلة إحنا بدنا أو مش أول مشكلة أول شغلة لازم إننا نفهم الإطار العام للمحاضرة. أوكي شو يعني يعني بدنا نفهمها زي ما شرحتها بالضبط، شو هي كيف بصير الديفلوبمنتس بالبداية بالجنتل أورجان، شو هم الجينز اللي بتكون موجودة بالميل والفيميل، زائد بدنا نحفظ الشغله الثانيه اللي هو الواي كروموسوم، شو هم الريجنز اللي بتكون موجوده على الواي كروموسوم. هذول الاي زي اف ريجن 3 ريجنز راح يعني تندوشوا بالسلايد هذا ما تنعجقوا كثير. بدنا نحفظ المين لوكيشن بشكل عام، نحفظهم انهم مسؤولين عن عمليه السبيرم فورميشن، اذا كان في عندهم ديليشن راح يصير في عندهم نحكي استيريليتي او اللي هي الازوسبيرميا. هذول كل الشغلات التفصيليه ما تخشوش فيها هذا السلايد ميل عشان ما تخافوش. هلا الشغله الثانيه هذول عباره عن اشياء معاده، احنا بنحكي عن الـ يعني 3 جينز ميل اللي احنا حكينا هاي المحاضره، تي دي اف جين، الاس ار واي جين، والاي زي اف جين، هذول اللي بدنا نحفظهم، بدنا نحفظ كل واحد شو مهمته. اوكي
الشغلة الثانية هذولا ممكن أن كمان جزء منه نقرأهم بشكل تفصيلي ونشوف بالضبط شو ممكن يصير في عملية اللي هي الـ developments ورح نحكيهم إحنا حكينا بالمحاضرة الجاي. فالشغلات هاي ما بدي تخربطكم أسماء الجينات الموجودة بشكل كبير، بدنا نفهم الأطر العام أو الهدف العام زي ما تحكوا للمحاضرة. هاي الصور كلياتها من الكتاب اللي ممكن ترجعوا له بالديتيلز اللي هو الثومسون أند ثومسون اللي هو الجينيتكس ان ميديسن، هو نفس الكتاب طبعا اللي كنت احكي عنه السنه الماضيه بس خففنا منه، بس هو هاي المحاضره هي فعليا من هذا الكتاب، يعني محاضره اليوم محاضره بكره من هذا الكتاب. اذا اي واحد بده يرجع له يقرا الديتيلز ممكن نقرا الديتيلز يعني بالكتاب. اوكي، مش عارف باي شابتر، ممكن بالصوره واحد من الصور تلاقي شابتر 6 ايوه 6.9. اوكي، وإن شاء الله منشوفكم بالمحاضرة الجاية إن شاء الله. يعطيكم العافية. في حدا عنده أي سؤال؟ هلا المحاضرة الجاية أنا راح أراجع جزء بسيط من هاي المعلومات، أوكي، ونخش بالمحاضرة راح تكون أقصر، وراح نفتح المجال إذا أي حدا عنده أي سؤال إن شاء الله. يلا يعطيكم، شكرا لكم، يعطيك العافية دكتور.